بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله عز وجل مسألة عظيمة جدا وشريفة، لو تأملها الإنسان لوجد أن عز الدين في الدعوة إلى الله. فالإنسان عندما يتأمل الأنبياء وحال الأنبياء مع أقوامهم، يجد أن الأنبياء أظهروا رسالة ربهم عن طريق الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جهده في مكة وفي المدينة أنه كان يدعو إلى الله، ولذلك في سورة الجن وهي سورة مكية قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله، كلمة قام تدل على أن الدعوة تحتاج إلى همة وقيام. إذا ما ينفعش في الدعوة نوم ولا كسل ولا ضعف ولا وهم، ولكن بقدر ما أنت تكون جلدا قويا بقدر ما توفق في دعوتك إن شاء الله. لما قام، أي نشط واجتهد، عبد الله أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، أي يدعو إلى الله، كادوا يكونون عليه لبدا، اجتمع المشركون عليه. فهذا يدل على أن العداء يبدأ من الدعوة. العداء يا إخواني يبدأ من الدعوة. يعني لو أنك بمفردك تعبد ربك ولا تخالط أحدا ولا تدعو أحدا، ليس في ذلك إشكال، ولكن الإشكال أن يتعدى أثرك إلى غيرك. هي الدعوة إيه؟ الدعوة أن تنقل الرسالة من نفسك إلى غيرك، هي دي الدعوة. الدعوة أنا أصلي بطريقة صحيحة، وبعدين وجدت اللي بيصلي جنبي بينقر في صلاته، إذا صلاته بالنسبة لي صلاة لا تصح، فأنقل إليه ما هو عندي، يبقى أنا إيه؟ دعوته، لو أن إنسان بيكذب، هذا الكذب مذموم وأنا رجل صادق، إذا خلقه هذا بالنسبة لرسالتي ما ينفعش، فأنا أنقل إليه ما هو عندي ولأعلمه الصدق، إذا هذه دعوة إلى الصدق. يبقى تارة أنت تدعو إلى تتميم الصلاة وتكميلها وحسنها وعدم نقضها، وتارة أنت تدعو إلى الأخلاق الفاضلة. لو أن إنسانا قال: ورحمة أبوك،
أي والغالي عندك. هذه الكلمات بالنسبة لعقيدتك لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هذا الرجل لم يحلف بالله، إذن هذا خطأ. فأنت توصل إليه ما هو عندك، لتؤثر فيه بما هو عندك، لتعلمه ولتعلمه بأن الحلف لا يكون إلا بالله. إذن هذه دعوة إلى الله. أنت تتوضأ، وجدت طفل صغير يتوضأ بطريقة غير صحيحة، تقول له: تعالى يا حبيب قلبي اتوضأ تاني كده، فيتوضأ غلط. تبدأ تعلمه الوضوء حاجة حاجة. إذن أنت دعوت هذا الطفل الصغير إلى ماذا؟ إلى الوضوء. دعوت ذلك الطفل إلى الوضوء. أختك تذهب إلى المدرسة بملابس فاضحة، فجلست معها وقلت لها: يا أختي أنت إنسانة فاضلة وطيبة القلب ورقيقة الطبع ومؤدبة الأخلاق، ومثلك لا يخرج بهذه الصورة. تقول لك: يا أخويا أمال أعمل إيه؟ ده كل البنات بيخرجوا كده لابسين بناطيل ولابسين بلوزات، كلهم لابسين كده وشعرهم مكشوف. أنت تقول لها: بس أنت غير هؤلاء، لابد أن تكوني قدوة صالحة لهن، لأن أنت إنسانة طيبة وقلبك طيب وإنسانة حسنة المنظر، وربنا سبحانه وتعالى يحبك، وعشان هو بيحبك وفقني إن أنا أقول لك هذا الكلام. اسمع، ما تقولهاش إن اللبس ده لبس الشيطان، وإذا لم تلبسي هذا فأنت متبرجة فاسقة. كلامك ده صح بالفعل، هذا لبس الشيطان والمتبرجة فاسقة، ولكن يجوز تأخير هذا الكلام، يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة. إذا أنت تدعو بطريقة حسنة، أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا ربنا عز وجل أمرنا أن ندعو الكفار بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا ناقشونا وناقشناهم فعلنا ذلك معهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ. أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون عصره وطاغوت زمنه، فأمر الله تعالى نبييه فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى أنت لما بتكلم إنسان بطريقة لينة ورقيقة وطيبة، أنت ما بتقدمش تنازلات في دين الله عز وجل، لا سيما أن الذي تكلمه لا كافر ولا فرعون، وإنما هو مسلم ولكن أخطأ السبيل إلى الله. مسلم أخطأ السبيل إلى الله، لا تضربه بالألم ولا تقول له كلمة شديدة. الكلمة الطيبة تفتح مغاليق القلوب، الكلمة الحلوة بتفتح القلب، الكلمة الطيبة بتفتح القلب. ولذلك حتى في البلد يقولك إيه؟ لاقيني ولا تغديني، ما تغدنيش وتنقعني، ولكن قابلني وقول لي كلمة طيبة. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. جملة يتبعها أذى صفة لهذه الصدقة. يبقى ممكن يا عم الشيخ حاجة لله أقول له ربنا يفتح عليك ويحنن عليك ويوسع عليك ويبارك فيك وما إلى ذلك، وما تدريش حاجة. يبقى أنا رددته بالكلمة الطيبة. القول الطيب ده صدقة، القول الطيب هذا ماذا؟ صدقة. ممكن أديله 5 جنيه أقول خد، ده أنتوا عالم ما بينفعش فيكم، مش عارف إيه جاتكوا دقية فيكم، الله كم ده ينفع؟ لا يصح. فهذه الكلمة الطيبة خير من الصدقة التي يتبعها ماذا؟ أذى.
أي من أو كلمة غير طيبة. إذا عندما تقول لأختك هذه الكلمات الطيبة، إن أنت إنسانة طيبة ورقيقة القلب وحسنة الأخلاق ومثلك لا يفعل ذلك، والله تبارك وتعالى وفقك حيث وفقني إلى أن أكلمك، يقول لها كلمات طيبة، وبعدين يقول لها أنت أحسن ولا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول لا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لها طب أنت أحسن ولا الصحابيات الأجلاء؟ تقول له الصحابيات طبعا أفضل. يقول لها طب لو إن النبي عليه الصلاة والسلام أحياه الله من قبره ورآك هكذا كشف شعرك ولبس بلوزة ضيقة وبنطل ضيق، النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك منك ولا لا؟ ويسيبها بقى، ويسيبها، مش أول ما يقول الكلمتين دول عاوزها فورا تروح تلبس طويل وخمار وما إلى ذلك، لأنها ستفكر وتراجع نفسها مرة بعد مرة. إذا أنا دعوتها إلى ماذا؟ إلى لبس الحجاب. إذا تارة أنا أدعو إلى لبس الحجاب، وتارة أدعو إلى الاعتقاد الصحيح، وتارة أدعو إلى الأخلاق الفاضلة، وتارة أدعو إلى تصحيح الصلاة، وتارة أدعو إلى تصحيح الوضوء. إذا الدعوة إلى الله عز وجل دعوة تشمل الدين كله، بتشمل إيه؟ الدين كله. ما ينفعش أن تدعو إلى جزء دون جزء، لأن الدين كل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. إذن الدعوة توفيق من الله، والدعوة شرف للداعي، لأن الداعي هو مظهر لرسالة الله تعالى. إذن الداعي بيعمل إيه يا إخواني؟ في جملة، الداعي مظهر لرسالة الله، زي ما الطبيب، الطبيب بيعمل إيه؟ مظهر لمهنته. إزاي؟ عن طريق معالجة الناس ومساعدة الناس والوقوف على أدواء الناس وأمراضهم والبحث عن علاجهم وتطبيبهم. إذن كل إنسان يظهر رسالته، وكذلك الداعي إلى الله يظهر رسالته. ولذلك الأخ قاعد في الأتوبيس يعمل إيه؟ يسلم على اللي جنبيه، السلام عليكم يا أخي. الأخ الحبيب اسمه إيه؟ مش قاعد من أول ديرين لغاية المنصورة قافل بقه؟ لا، في الميكروباص، أخي اسمه إيه؟ ما شاء الله. يقول له مثلا اسمه كريم، كريم مثلا، يقول له ما شاء الله كريم، هذا اسم طيب واسم جيد وجميل، والله تبارك وتعالى من أسمائه أنه إيه؟ أنه كريم. تعرف كريم يعني إيه؟ إن الإنسان يجود، وإن الإنسان أفضل ما يجود به أن يجود بدينه فيعلم الدين من لا يعلم الدين، يبدأ يكلمه. طب الأخ كريم بتصلي؟ يقول له والله أنا ماشي على سطر وسايب سطر. تقول له ليه؟ يقول لك ما هو بيقول لك ساعة ربك وساعة اللي مش عارف ايه. تقول له الله، طب افترضنا لو ربنا عز وجل توفاك في السطر اللي انت سبته ده، هتقابل ربنا تقول له ايه؟ ماذا تصنع؟ طب لو ان الله تبارك وتعالى سألك ماذا تقول ربك في القبر؟ الملك عندما يسألك يقولوا لك من ربك ومن دينك أو ما دينك ومن ذلك الرجل الذي بعث فيك. الإنسان المستمسك في الدنيا يلقن حجته في القبر، فيكون لسانه طلقا بإذن الله تعالى، تبدأ تكلمه، تبدأ تكلمه. طب اللي جنبك بيشرب سيجارة، يا ترى أنت هتكلمه إن هو يترك السيجارة علشان انت قرفان منها، ولا انت هتكلمه لان انت بتحبه وتريده بالفعل ان يترك السيجاره لله؟ انظر، دي مساله مهمه جدا. حظ النفس، حظ النفس والاخلاص.
الفرق بين الاثنين دول لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. ممكن تقول له لو سمحت اطفي السيجارة لان ده بيأذيني، هذا حقك، المسألة حقك. ويمكن ان تقول له ان السجاير هذه، يعني هل تحب ان ابنك يشرب سجاير؟ قل له كده، تحب ان ابنك يشرب سجاير؟ يقول لك لو شفته بيشرب سيجارة اقطم رقبته. الله، طيب كيف تقول ذلك وانت تشرب سيجارة؟ يقول لك طب دكتور بنروح نكشف عنده، يقول لك ما تشرب سجاير وبيشرب سيجارة. تقول له الله، طب هل الدكتور هذا حجة في دين الله عز وجل؟ ابدأ كلمه بالراحة باللين، قل له السجاير ديت بتجيبها بفلوس ولا من غير فلوس؟ يقول لك ده بفلوس، بشرب كل يوم علبة بخمسة جنيه، يعني 150 جنيه في الشهر، يعني في السنة بيصرف أكتر من 1500 في شرب السجاير، أكتر من 1500. يعني 1500 دول لو جبهم معزة ودبحها للفقراء والمساكين هذا أفضل له عند الله تعالى. ابدأ كلمه تقول له يا رجل أنت تعمل وتتعب لكي تأتي بالرزق، بدلا من أن تجعله لنفسك ولأولادك وللمسلمين تشربوا السجاير، هذا أمر لا يحبه الله تعالى، لأن السجاير هذه خبيثة، ولأن فيها ضياع المال، ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولأن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يعبدوه ولا يحب من عباده أن يخالفوه. وقطعا السجاير ليست عبادة لله، إذن هي مخالفة لله. ابدأ كلمه، إذن أنت تدعوه، إذن لا ينبغي للمسلم أن يترك موقفا إلا أظهر فيه رسالته. إذن المدرس مع التلاميذ بتوعه، ما يكونش علاقة المدرس مع التلاميذ هي علاقة الحصة وتنتهي الحصة، أو علاقة الدرس وينتهي الدرس، لا، لابد أن تكون علاقة ربانية قائمة على تحقيق المصلحة الشرعية. نحن إلى هذه اللحظة نتذكر أساتذتنا الذين أثروا فينا، إلى الآن لسه فاكرين الأستاذ حسن اللي كان بيدينا عربي في الابتدائي، الشيخ ياسين بتاع الكتاب اللي كان بيحفظنا، ها، متذكرين الأساتذة الذين كانوا يعلموننا والذين أثروا فينا بأخلاقهم وأدبهم ومرؤتهم، هؤلاء كانوا قدوة طيبة. كذلك المدرس مع التلاميذ، الطبيب مع المرضى، ما يجيش الطبيب يخش كده للمريض حاطط ايده في جيوب الاثنين، انت يا عم الحاج تشك من ايه؟ قول له والله يا دكتور بطني دهبت وجعني، كل ما اخد نفس بطني توجعني وتسمع في ظهر. خلاص، يقول للتمرجية هات الورق، يقوم مطلع كده ايده التانية ويقول لها امسك الورقة، ويقوم كاتب ايه؟ العلاج، خد العلاج ده. هذه الصورة لا يمكن ابدا، اذا راى المريض وهذا الطبيب في مكان بيتكلم في الدين يقبل منه دين الله عز وجل، لا يمكن. تصور ان هذا الطبيب مثلا في مكان اخر قابله هذا المريض وتلاقى هذا الطبيب يتكلم في الدين، هل يقبل منه؟ لن يقبل منه. الصورة المقابلة ان الطبيب مالك يا ولدي؟ والله يا ابن الوضع كذا، سلامتك ان شاء الله هتروق وإن شاء الله تبقى كويس جدا ولا يهمك، ويجيب السماعة وجهاز الضغط ويشوف مش حرارة ويقعد كده مش عارف ايه ويلف عليه ويروح له عدة مرات ويعتني به. طيب هذا المريض يحب الطبيب ولا يحبه؟ يحبه. إذن الطبيب أثر في المريض، والأستاذ أثر في التلميذ، في التلميذ صاحب الأرض جاب عمال يشتغلوا عنده في الأرض بتاعته، يمكن أن يؤثر في العمال المزارعين. الوالد يؤثر في أولاده ويؤثر في زوجته، الجار يؤثر في جاره، إذن دي كلها دعوة إلى الله عز وجل. إذن إياك أن تظن
أن الدعوة مقصورة على طائفة من الناس، دول رجال الدعوة، دول المشايخ بتوع الدعوة. خطأ. لا كهنوت في الإسلام، الإسلام لا يعرف الكهنوت، ما فيش عندنا لاهوت في الإسلام، ما فيش عندنا كلية اسمها كلية اللاهوت أبدا. الكل يحمل دين الله عز وجل، الفلاح والتاجر والمدرس والمهندس والسواق والراجل اللي بيجمع الزبالة من الشارع والإسكاف اللي بيصلح الجزم أعزكم الله، وهذا الرجل الذي يربي الماشية، كله لابد أن يتحمل نصيبه من الرسالة، الكل. ولا ينبغي أن يترك فرصة إلا اجتهد في إظهار دينه، حتى لو في السجن، حتى لو في السجن. انظر إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دخل السجن وهو مظلوم، ودي أقسى شيء على النفس، يعني أقسى شيء على النفس إن الإنسان يسجن، لأن السجن ده حرمان، حرمان، حرمان من الأهل، وحرمان من الأحبة، وحرمان من الحرية، كل حاجة بنظام وبأمر وبنهي، وهذا أمر مجرب. اللي يعرف المسائل دي يعرف هذا تماما. ويا ليته يدخل السجن وهو مذنب، لكن ما أذنب، وإنما دخل السجن من أجل الخوف من الله عز وجل. يعني هو لو سمع كلام امرأة العزيز ليفجر بها لكانت له الحظوة عند امرأة العزيز. ودائما يا إخواني، الناس دول أصحاب المناصب والرئاسات اللي بيوجههم مين؟ نسائهم، أصحاب الرئاسات والوجهاء اللي بيوجههم مين؟ نسائهم. المرأة هي السلطانة وهي الحاكمة. ولو قرأت على مدار التاريخ تجد أن القوة الفاعلة في معظم الحكام من؟ نسائهم. يبقى الراجل بره البيت، الملك المطمطم، جلالة الملك، الملك المفدى، لكن هذا الملك المفدى أمام زوجته إيه؟ تلميذ يقعد كده هو يتلقى منها التوجيهات والأوامر. ولذلك امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه وقال حاشا لله وامتنع، وبعدين جرى ناحية الباب وهي مقفلة الأبواب، وكانت المفاجأة إن ألفيا سيدها لدى الباب، سبأت قالت له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى هي اللي ادت له الايه؟ الأمر. اللي عاوز يقل أدبه على زوجتك، إما تسجنه أو تعذبه. المفترض اللي بياخد القرار مين؟ الرجل. يعني المرأة تقول لجوزها إن فلان ده قل أدبه عليا، مش كده؟ لكن ما تقولوش قل أدبه عليا وعاقبه بكذا وبكذا. مش الكلام ده مظبوط يا إخواني؟ إذا الإنسان أو المرأة إذا كانت تحترم زوجها، وإذا كان الزوج هو صاحب الأمر والنهي حقيقة، هي تقول المشكلة، لكن القرار بيكون مع مين؟ مع المرأة ولا مع الرجل؟ مع الرجل. طب لما ظهر براءة يوسف والعزيز أوقفه الله تعالى على براءة يوسف، إن الطفل الصغير الرضيع تكلم وعرف الحق، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: يوسف أعرض عن هذا، كلام بتاعك اللي بتقوله إن هي اللي راودتني وهي اللي عملت، أعرض عن هذا، ما تبقاش تقول الكلام ده. أما أنت واستغفري لذنبك، عشان أنت منين؟ من الخاطئين. يبقى الرجل علم أن زوجته أذنبت وأنها من الخاطئين، والخاطئ أشد من المخطئ، لأن المخطئ يريد الحق فلا يبصره،
إنسان مثلا بيصلي القبلة إلى هذه الجهة، ورجل كثيف داخل المسجد وراح مصلي تجاه الشجرة دي، يبقى الرجل هنا إيه؟ أخطأ. يبقى هو مخطئ لأنه أخطأ القبلة، لكنه معذور عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. يبقى واجتهد فأخطأ. الحاكم اللي هو القاضي، القاضي أو العالم، إذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر، أجر الاجتهاد. أما الخاطئ هو الذي يتعمد الباطل، بيتعمد الباطل. ولذلك قال الله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا مخطئين ولا خاطئين؟ كانوا إيه؟ خاطئين، أي كانوا متعمدين سلوك الباطل. ومع ذلك إن العزيز ثبت له أن زوجته مذنبة وأنها مشت في طريق الباطل، ومع ذلك إيه اللي حصل؟ صدر الأمر بسجن يوسف، ودخل السجن وهو مظلوم، ومكث في السجن بضع سنين، يقال 9 سنوات، وقيل 7 سنوات، وقيل أكثر من ذلك، يعني من 7 لـ9 لأكثر من كده. يا إلهي، يعني لو واحد ضرب واحد قتله ممكن ياخد العقوبة دي، ياخد 7 إلى 13 15 سنة. طب هو لم يزني ولم يقتل، وإنما امتنع عن الباطل، وعندما كان في السجن عمل إيه؟ هل حطم نفسيا؟ واحد يقول لك فلان ده محطم نفسيا، سند نفسيته تعبانة. ليه؟ لأنه شاعر بالظلم والاضطهاد، وشاعر إن الأمر وقع عليه وهو لا يحتمله. ما هذا؟ هذا كلام باطل. المسلم في قوته أقوى من الجبل، المسلم في قوته أقوى من الجبل، وأعظم جلدا وأعظم جلدا من الغضنفر. الغضنفر اللي هو الأسد العصور، الأسد ده ممكن يشوف الفريسة بتاعته يفضل قاعد قدامها كده هو بال4 ساعات، بال5 ساعات، بال6 ساعات، ما يتحركش ما يتحركش، جلد فظيع، عينه على ايه؟ على الفريسة، شايفها بتتحرك وبتشرب المية وبتخرج مش عارف ايه، وينتظر منها وقت الغرة ليهجم مرة واحدة. شوف الجلد بتاعه، أناه مع صبر، مع تأني، مع إحكام، مع سرعة، كل ده كلها موجودة فين؟ في الأسد. فكذلك المسلم مش حاجة اسمها محطم نفسيا ومعقد عصبيا ومش قادر يتحمل، مش كلام ده كله كلام فاضي، مفيش حاجة كلام ده كلام فاضي. صاحب الرسالة كلما ازدادت عليه المصائب وكلما وقت عليه الهموم كلما كان أقوى عودا وكان أشد عمودا. يبقى الإنسان كل ما الأمور اشتدت عليه اللي يحصل بالبلد يتودك، يتودك ويقوى، مش يضعف، مش يضعف، لا. ومع ذلك دخل السجن وأظهر رسالته في السجن، بدأ يكلم الناس عن دين الله عز وجل، وأعظم دليل على ذلك يقول لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآيات. إذن يدعو إلى الله. المساجين بيبقوا في عالم آخر، مساجين دول بيبقوا ناس محطمين، بيبقوا ناس مليئين بالحقد والغل، بينهم الخلافات والمشاكل، ينشغلون بالتفاهات. أما هو لقد رقى أرباب السجون فدعاهم إلى الله
وشغلهم بالله وآنسهم بالله. ولذلك لما اتنين شافوا رؤية، ها اتنين شافوا رؤية، قالوا الرؤية دي نقصها على مين؟ على يوسف. ليه؟ قال إنا نراك من المحسنين. إنا نراك، إنا نراك. الرؤية هنا لها معنيان. المعنى الأول الرؤية البصرية، اثنين الرؤية العلمية. إنا نراك أي احنا شفناك، اتلقناك راجل محسن. والإحسان هذا أعظم الدين وأفضله. الإحسان أعظم الدين وأفضله، أعلى درجة من درجات الدين الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله، لو أنت الإنسان في طول حياته يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، بيبص لك، شايفك، سمعك. سبحان الله، انت لو ان انسان من بني الانسان عرفت انه ينظر اليك لاعتدلت ولا استقمت. لو عرفت مثلا ان الشيخ الفلاني هيقعد معانا، تبقى قاعد كده محترم وتتكلم بالراحه. لا، اذا انت ترائي مخلوقا مثلك ولا ترائي رب الارباب، رب الأرباب اللي خلقك وأوجدك. هذا الرب الجليل أحق، أحق أن نحسن إليه. وعندما نحسن إلى ربنا هو ليس في حاجة إلى الإحسان، وإنما نحسن لأننا في حاجة إلى هذا الإحسان. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى أنت لما بتعبد ربك لأنك في حاجة إلى العبادة، عندما تتصدق في الحقيقة أنت تضع الصدقة في يد الله عز وجل. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا وزعت صدقتها طيبتها بالمسك، فلما سئلت قالت ألا ترون أني أضع الصدقة في يد الله؟ كان بتطيب الصدقة، مش واحد بقى واحد حاجة لله، أدور في الفلوس أشوف الربع جنيه المقطع المدهول المهلهل وأقوم الدهول. لا، لن تنادوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الحاجة الجميلة الطيبة. نعم، ولا تيمم الخبيث منه. أيوة، فالإنسان ينبغي أن يتقي الله تعالى. إذن إن نراك أي إحنا شايفينك، شايفينك من المحسنين. المعنى الثاني للرؤية العلمية أي إنا نعلمك من خلال ما سمعنا عنك. السجن كله بيتكلم عن أخلاقك وعن عبادتك وعن فضلك وعن ربانيتك، فإنا نراك من المحسنين. وعندئذ يوسف وظف هذا الموقف الرباني لكي يدعو إلى الله عز وجل ولكي يذكر بالله سبحانه وتعالى. إذن الدعوة إلى الله عز وجل هي رسالة، وهذه الرسالة ليست مقصورة على طائفة، وإنما هي رسالة الأمة. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال بعض أهل العلم أن من للتبعيض، وقال البعض أن من البيانية، والقول الثاني أنها بيانية. هذا القول أرجح والقلب إليه أميل، والتقدير ولتكون أمة تدعو إلى الخير. إذن أنت في أي مكان تدعو إلى الله، في الشارع، في السيارة، راكب العجلة،
واقف في المحل في الدكان بتشتري كيس ملح بنص جنيه، ها انت في السوق بتشتري طماطم وخيار، انت في المدرسة في طابور الصباح مثلا او في الفصل او في الحوش او في الطرقة، انت في المستشفى مريض او طبيب او فني، انت تاجر، في اي مكان لابد ان تدعو الى الله عز وجل. فهذا المعنى اردت ان اجليه واردت ان اذكر به. نعم جميل. هذا في مسألة العلم، هذا في مسألة العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال الله عز وجل بعد ايه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن في مسألة العلم والترأس في العلم، هذا الأمر لا يطيقه كل الناس ولكن طائفة من الناس، يعني مش كل الناس هتدرس أصول الفقه وعلم حديث وعلوم لغة وما إلى ذلك، ولكن هذا طريق بعض الناس، طريق بعض الناس. إذن طريق بعض الناس أن يتخصصوا في العلم وأن يدرسوا العلم وأن يتقنوا العلم ليعلموا غيرهم دين الله عز وجل. إذن عندنا مقام العلم وعندنا مقام ماذا؟ الدعوة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مخرفين. ونكتفي بهذه الموعظة الخفيفة التي أسأل الله تعالى أن يتقبلها منا ومنكم قبولا حسنا.